صباح الخير. صباح النور. انا اللي شو مفيقني ولا انتي؟ انا متعوده افيق بكير بعدين صارت الساعه 6 الصبح. والله انا فايقه لانه عندي محاضرات مهمه بالجامعه، بتضرب الفاقه وتضرب الجامعه والدراسه شو معتره. والله بتتعودي. يلا شويه نشاط. يلا وانا حاجه نبدا. يلا تعالي على الشقة. يا بنات يلا صباح الخير، قوموا. يا نور الفطور جاهز. يلا ميديا هيك شو بك عم تضوش من الصبح؟ شوفي لسه الساعة 12. صباح الخير. لك سويت لكم الفطور. صباح النور. يلا الفطور جاهز، تعالوا. يلا لك شو عاملة؟ شو عاملة؟ يلا يا بنات سموا بالله ومدوا ايديكم. وين اللمبادير اللي كان هون؟ لك شو هاد؟ لبنه وجبنه وبيض. لك انا روح قلبي الحواضر. بس بدي اعرف شو خاطر لك تحطي الاكل على الارض؟ ايه احلى على الارض بهير شكل. هادي خبز. نحن بالضيعه هيك بناكل، بس اذا بتضايق وبنحط الاكل على الطاوله. لا ما بنتضايق، مثل ما قالت ليلى هيك بهير شكل. تفضلي. تسلكي. يا ميديا يلا بلشنا. شو واقفة عم تساوي هون؟ ليش ما فتي على المحاضرة؟ والله هذا ناقصني. شو رأيك تصيري ولية أمري؟ ولية أمرك؟ نحن مو متفقين نحضر سوا اليوم؟ وأنا مثل الجد برحت حجزت لك مطرح جنبي؟ أنت حجزتي لي، شو دخلني أنا؟ أنت تشاطرتي. فهي القصة ذنبك بتصفي من ذنبي. لا تواخذيني. ليكي؟ حبابي أنا كثير بدي أخلقني الوقت هون، تعال. ما شاء الله ما شاء الله هالمواهب من وش الصبح. بعدين كثير فرحانين بقعدتكم هيك على الارض؟ اي أيوة والله فرحانين كثير. بعدين تغيير شكل. لك انت شو فايقك من هلا؟ مو على اساس بدك تضلي نايمه؟ ليش انتم بتخلوا حدا ينام؟
اي والله ما منيح كمان الواحد ينام لهالوقت، شبكي صارت الدنيا الظهر، بتعرفي نحن عنا بالضيعة كل العالم بيفيقوا من الساعة 5 الصبح من المختار وانتي نازلة. قديش الساعة هلا؟ هلا يمكن شي 12 ونص. عندك تصوير؟ لا عندي موعد ساعة 2 بشركة إنتاج جديدة. قال إلي دور بيطير العقل. مسلسل جديد شو اسمه؟ ما بعرف، بس لروح على الشركة بصير بعرف. إليكي، بس أهم شي يكون فيه ضرب كفوف. سوري آسفة مسحة غليظة بحالي. شو وين سميحة؟ عن جد وين سميحة؟ ليكون لساتها نايمة؟ طبعا لا، سميحة أنشط وحدة من بيناتكم، حلت حالها من الصبح بكير وركضت على الجامعة، قال عندها محاضرة ضرورية. تأمرونا بشي يا أنسة؟ بعدين. بعدين ولا؟ أهلا وسهلا فيكي، نورتي المحل، نورتي الكافيتيريا كلياتها، ضويت الجامعة والله بوجودك. شكرا. هلا ما بدك شي؟ لا ما بدي شي، شكرا. بارد ساخن. شكرا. ما بعرف. يعني هلا أنت من كل عليك رح تحضرتي مع السنة الرابعة؟ ايه شو فيها يعني؟ شلون يعني شو فيها؟ أنت يا دوب مواد السنة الثانية مرقتيها لحتى تروحي تحضري الرابعة. اي بسيطة، أنا مو عدت السنة الأولى وعدت السنة الثانية، المفروض أنه سنة يكون رابعة. اي معناها هذا اسمه الحنين للأصل، يعني الحنين للسنة الرابعة بحالتي أنا. حنين لشو؟ للسنة الرابعة. أنا رح أجيب كولا. اثنين كولا إذا بتريد. ايه تكرم عينك. شركة إنتاج لحالي، بتروحوا معي؟ مين بتروحوا معي؟ قصدك حضرتنا يعني؟ ليش وين نور؟ مو هلا كانت هون؟ إيه كانت هون من شوي، بس دق لها وائل وراحت تحكي معه من الغرفة الثانية، شو ما حسيتي عليها؟ لا والله ما حسيت، كنت شاردة عم فكر بهالروحة على شركة الإنتاج. مرحبا، معلش أقعد معكم؟ أهلين لبنى حبيبتي، أهلا وسهلا طبعا. بس يا ريت حبيبتي تاني مرة تدق الباب، أوكي يا شاطرة؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ لأنها نجمة كبيرة، ويا ريت تاني مرة لو سمحتي إذا بدك تحكي معها تاخدي منها موعد من مدير أعمالها. مدير أعمال فرد مرة؟ أي مو ليكون عندها أعمال بالأول؟ هلا بلا مسخرتكم، شو رح تروحوا معي ولا لا؟ هلا بدك تقنعيني إنه ميديا خايفة تروح لحالها على شركة إنتاج؟ أكيد لا، بس هاي شركة جديدة وأنا مو سمعاني فيها، يعني أحسن يكون معي حدا، مو هيك؟ أي معك حق، مزبوط. بتعرفي أنا كتير بسمع عن هدول شركات الإنتاج أو إعلانات بتكون وهمية، يعني بيكون واجهات القصص الثانية. معلش خليها تدير بالها. إذا بدك أنا لابسة وجاهزة وما عندي شي اليوم، بروح معي. شو رح تروحي أنت وياها معي؟ حبيبتي والله أنا ما فيني، أنا اليوم عندي جلسة تصوير، بعدين بدي حط ماسك على وشي كتير نشفان. وأنا كمان وائل ما حيخليني روح، بتعرفي قديش هو حبيبي بيغار علي، وتحديدا إذا عرف إنه أنا بدي روح على شركة إنتاج ولي، والله بجن جنانه. حبيبتي مشوارنا على شركة إنتاج فني مو على كباريه. إيه بعرف حبيبي إنه مو على كباريه، بس وائل بخاف يشوفني شي مخرج ويحط عينه علي ويعطيني شي دور، بتعرفي هو دائما بيقول لي إنه أنا أحلى من كل هالممثلات. معناتها ليكي ميديا أنا بروح معك، ليكني لابسة وجاهزة واليوم ما عندي شي أبدا أبدا. إيه والله خدي لبنى معك، لبنى أخت رجال وبتدافع عنك. خلص خلص اذا ما بدكم تروحوا رح اروح لحالي. يعني انت ليش ما بدك ياني؟ انا ما عم بفهم بشو مضايقتك. حبيبتي ما ضايقتيني، بس انا حابه ليلى او نور يروحوا معي، يعني بهيك اماكن كتير بدققوا على المظاهر، وانت يعني معلش شيء. اي لا تواخذيني سوبر ستار نجمه خانو، نسيت انه انا ماني قد المقام، عن اذنكم. ميديا ليش هيك عملتي معها؟ مو معقول كيف حكيتي معها بطريقه هسه كسرتي بخاطره. والله ما بعرف، صايرة عم انعدى منك، عم بحكي دج مثلك. هلا انت عم تنعدي مني؟ لمعلوماتك في فرق كتير كبير بين الصراحة والدج. ايه وانا حكيت بصراحة، يعني لبنى لبسة وحكي كتير بلدي، كيف بدي اخدع هيك اماكن؟ ايه والله معك حق، بس ما كان فيك تقوليها شوي بطريقة الطف من هيك؟ والله انا حابة اروح معك، بتعرفي حابة اروح على شركة انتاج. دخلك في ممثلين؟ لك طبعا كل ممثلين البلد موجودين هنيك، بين ما اكون خلصت تكوني شفتيهم كلهم، ممثلين فايتين طالعين، فايتين طالعين. ليكي نور اذا حابه تروحي روحي، اسمحي لي وائل كثير مزوده،
يعني مزبوط خطيبك بس كتير بغار عليكي، لا تسمحي له يأسر حياتك. مزبوط، يعني كل مشوارنا ما رح ياخد منا أكتر من ساعة، يعني خلص منروح منجي بدون ما يحس. طيب ماشي نروح أنا وياكي، بس مناخد لبنى معنا. قومي اعتذري منا، حرام هاي أول يوم إلى معنا، حرام أنتي كسرتي لها بخاطرة. قومي ميديا يلا. طيب أنا اللي بصالحة، كنت غليظة مع ما. ماشي. شو ما بدك تقومي؟ مين؟ هذا بلوتوث، واحد بعت لي قال اسمه ستافي كروز. ايوه هلأ فهمت الحنين للسنة الرابعة، ليش مخبي علي؟ أنا؟ لا ماني مخبي عليكي، بعدين ما في شي مهم، هيك طالب أمور أول مرة بيلحقني بيعجب فيني. شو فيها يعني؟ شو بعت لي؟ بعت لي صورة قلب ومكتوب بقلبه بحبك، وبعت لي صورة تانية مكتوب حياتي وجنبها هيك وردة حمرا مفرعة. فرجيني. بعت لي صورة حمار عم يضحك. ليش عم تضحكي؟ يمكن ما بقى عنده صور حب وغيرها مشان هيك بعت لي هاي الصورة. انتي شو بعتي له؟ ما بعت له شي، عم تقل حالي. يا ستي هلا فهمت ليش بعت لك صورة الحمار. ليش بعتها؟ بعت لك صورته مشان تبقى عندك ذكرى. هلا هيك طلع معك ست رغاء؟ لكان مو حمار اللي بيعجب فيكي بضيع وقته عليكي؟ بعتوا لي صورة تانية. ايه بس مين؟ إذا هو راح معقول واقف برا جنب الكافيتيريا وعم بعت لي مسج؟ ابعتي له أنتي شي مسج، من رنت موبايله منعرف مين هو. أي صح. ستيف كروز. هاي سند. بعتت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. موقف. أهلا وسهلا فيكي، شو بتحبي؟ شو بتأمري؟ الكافيتيريا كلها على حسابك. أهلا وسهلا فيكي، شو بتحبي؟ شكرا. لا 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 ما بصير هذا، المناسبة وجودك يعني أهلا وسهلا، بارد ساخن، شو بتأمري؟ أتلاف شكرا. لا سندويش مشروب، شو بتحبي نحن جاهزين؟ شكرا ستيف كروز. بلاحي ستيف كروز ملك البلوتوث بكل جامعة دمشق وكافيترياتها. عجبك على هالبهدلة؟ من ايدك. قومي قومي خلينا نمشي. لكو ضريب وضريب وضريب ان شاء الله. شو ما معكم المفتاح؟ كمل قلت لكم اليوم تجيبوا لي قريضة. وائل؟ قريضة؟ هيك بالعادة بتستقبلوا ضيوف تبعكم؟ كيفك ليلى؟ ولك ليش عاملة بحالك هيك؟ طالع لك لفافات براسك؟ ايه اليوم عندي لأنه فوتو سيشن وديفيلة. عفوا؟ عندي جلسة تصوير وعرض أزياء. عرض أزياء. طيب شو قلت هالذوق هاي؟ ما في تفضل وائل، أهلا وسهلا. ليلى؟ يعب شو منك يا وائل؟ يعني بتعرف أنا بنت قاعدة بالبيت لحالي والجيران هلأ يعني فايت علي شب عزابي، شو بدهم يقولوا؟ لحالك؟ ليش وينها نور؟ نور هون. لك شو عم تجذبي علي؟ شلون لحالك ونور هون؟ لك الله يصلحك، هلا انا قلت لك نور مانا هون، عينك بعيني، انا قلت لك نور مانا هون. هي هون. اهلا وسهلا، استنى شوي. لا تفضل تفضل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سهلة أهلا وسهلا يا أهلين. وينها نور؟ نور ليلى شو بكي؟ صايبك شي؟ نور وين؟ البنات وينو؟ نور البنات بالجامعة. نور سميحة، سميحة بالجامعة. لك شو بدي بسميحة؟ نور وينها؟ نور ليش نور مو بالبيت؟ على حد علمي انه هي بالبيت، بعدين انت بتعرفها لنور، يعني بيتوتية ومالها لا طلعة ولا فوتة. ما؟ اي ما؟ فيكي شي ليلى؟ لا، نور
لحظة تفضل. أهلا وسهلا. لحظة بس. يا ربي يا ربي شو بدي أعمل بهالوقعة؟ يخرب بيتك يا نور. شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي يا ربي؟ شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ النسيان النسيان يا وائل النسيان. يا الله شو صاير عم بنسى. ما قلت لك انه نور طلعت مو بالبيت؟ شو عم تقولي؟ والله نور مو بالبيت؟ وين راحت؟ شوفي ليلى، انا هلا بدي اعرف وين راحت ومع مين وشو اسمه اللي طلعت معه، ولا تحاولي تغطي عليها لاني رح اعرف كل شيء. لا تضوج لا تضوج، خليك رايق وجنتل هيك. وينها؟ بالبناية. لك الله يصلحك، إذا قلت لك إنه ما أنا بالبيت هذا ما بيعني أبداً إنه ما أنا بالبناية. عند هزار، هي عند جارتنا، جارتنا هزار. مسكينة. علي عليك يا هزار، لو بتشوفها بتقطع القلب، مكتئبة ونفسيتها بالأرض بالحضيض. مثل ما بتعرف أنت نور هيك كتير قلبها لله وبتحب الناس كلياتهم، فراحت تواسيها وتسليها. عند هزار لك. طيب موبايل مسكر، شو رقم هزار؟ موبايل هزار بلاس 963. ليلى ما بدي رمز سوريا، رقم هزار شو؟ على 94. ايه. نسيان يا وائل. لك شبك نسيت انه من شوي قلت لك انه صايره كثير عم بنسى. لحظة. يخرب بيت قلبك يا هزار. يا الله قوتك هلا. ليلى شو بكي؟ شو عم يصير معك؟ ليه ما فتحتي الباب؟ لسه الجرس عم يرن. يا الله يا الله، ولاد الجيران رح يجيبوا لي السكتة القلبية. مو معقول هالطالعة برنوا الجرس وبالنازلة برنوا الجرس. قلتي لي ولاد الجيران، أنا رح شوفهم. لك تعال تعال هون، تعال شو بدك فيهم؟ أنا عندي دواهم. عود عود أنت ارتاح، أنا عندي دواهم. هلا رح أورجيك شو حسابي فيهم. تعالوا لقلكم. لا مو طبيعي اليوم. على وادي جيجي غنى عنا وعلى وادي ورب. بشوف مين راسه ايه، بس انا ولا انتي؟ بس ليه ما بدك تفتحي لي الباب؟ ليش؟ وطي صوتك، بوس ايدك، وطي صوتك شوي. ليش؟ ليش بدي وطي صوتي؟ ما في شيء هلا، وقتك روحي. ما بدي، جاي اشرب قهوه. تعي وبدي بصر لك كمان. اهلين هزار. يا يا حبشون عليكي يا حبشون عليكي. لك انتي واقع البنت مأمنتك على بيتها وعلى خطيبه. لك يا خاينة، فشرتي بعينك ولا سكتي؟ ان شاء الله ان شاء الله بحكي لك. خلص. اهلين وائل، والله من زمان القمر ما بان. شو شايف؟ راح اكتئابك. وين نور؟ اكتئاب بحياتي ما شفته للاكتئاب. وين نور؟ شو خطيبتي ولا خطيبتك؟ قال لك شبك انت، مو كنتي اليوم الصبح مو على بعضك؟ صح، اليوم الصبح انا كان بعضي الاول منفصل عن بعضي الثاني، بعدين اجت نور لعندي وجمعنا بعضي الاول على بعضي الثاني وبعدين راحت. شو راحت؟ لوين راحت؟ بصراحه كنا قاعدين عم نجمع بعضي الاول على بعضي الثاني، فجاه يا وائل رن موبايل لنور. شو رنه؟ فظيعه. امين طلع يا حزرك سمسمه، قال بدها اياها تجي هلا 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 على الجامعة. وشو في بالجامعة؟ شو في بالجامعة؟ في كثير
في كثير شغلات بالجامعه، ليش ما بتعرف؟ قولي شو في بالجامعه؟ ما بعرف، قال نسياني يا دفتر محاضرات يا كتاب، يعني ما بعرف نسيت شو نسياني. وشو دخل نور بكل هاي القصه؟ هي علينا وائل، شو بتصعب اسئلتك؟ صار لازم اتصل بصديق. شو دخل لنور؟ نور بتعرفها كثير طيوبه، بتحب تساعد، وهديك كانت عم تبكي منهنها انه مضطره كثير على هذا دفتر المحاضرات او كتاب، ما بعرف شو يعني. بتعرفها لسميحه كثير نقاقه. طيب موبايلها ليش مسكر؟ ليش مسكر؟ خالص الشحن، اكيد بده يكون خالص الشحن. أيه. لانه مو معقول نور شو بتحكي على التليفون ليل نهار معك. معك طبعا، اكيد معك. ولو ليش نور بتحكي غير معك؟ ايه ليل نهار انت وياها تقتو 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 نازلين قرقر قرقر، يعني موتوا واعرف شو بتحكوا مع بعض. صحيح. اي والله، شو بتحكوا بالعاده انتم مع بعض؟ صحيح، شو بتحكوا؟ بس اليوم انا ما حكيت مع بنوب، وين راح الشحن؟ على كل أنا راح استناها لحتى تشرف من عند الست سميحة. أنا باي. يلا الله معي. وين رايحة؟ يلا أنتو الجوز وراي على الصالون. ليش وين نور؟ ما أجا على بالها تنضرب على قلبها غير وقت إجا وائل على البيت. بحكي لك بعدين، بحكي لك، فوت يلا ساعدينا بهالورطة. والله شي بملي، يا ريتني ما أجيت معكم. وأنا كمان مليت، على أساس في كتير ممثلين لهلا ما كان يمرق حدا بعرفه. شركة إنتاج لا ممثلين ولا مخرجين، ناس رايحة وناس جاي، مثل الحمام ومقطوعة ميته. أي والله. وينك نور؟ دقيقة طيب لميديا، شو فيها بتطول لسا؟ أي والله فكرة. يا الله، شو؟ ما في تغطية. ولي علينا؟ هلا وائل بكون عم بتقلي أكيد. كلها صوت بحرفه. شو بدي اقول لك، الله يخليك، اذا تاكدتي من الموضوع بس رني لي تليفون ضروري، لانه انا كمان عندي شويه مواعيد. ماشي، ولا يهمك. يلا باي باي. يا بيييي. يا مخلوقه، شو بك؟ فكرت حالي دعست على رجلي. يا ريت يا ريتك دعست على قلبي يا استاذ قصي. مرحبا، انا اسمي لبنى، انا بحبك كثير على فكره ومعجبه فيك، ويامو عنا بالضيعه بيموتوا عليك على فكره. اهلين اهلين يا لبنى. وانا اسمي نور. اهلين يا نور، تشرفنا. انا بحبك كثير 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 كثير، وخطيبي كمان بحبك. الله يخليكم. شكرا شكرا. استاذ قصي الله يوفقك، معلش بس اتصور معك صوره واحده، بس واحده، والله واحده. والله بس انا مشغول شوي. الله يخليك يا استاذ قصي، مشان الله ولا تكسر بخاطري صوره. عم نقول لك استاذ قصي الله يوفقك مشان. طيب يلا تفضل. يلا نور، شو عم تستني؟ صورينا. يلا لحظة، دقيقة دقيقة، ولا قلك لا هيك أحلى. دقيقة، المشكلة إنه موبايلي ما في كاميرا. يا ربي. يلا ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب خلص مرة جاي معناتها. لا مشان الله نور. ما في كاميرا. أستاذ قصي أنا عندي فكرة، شو رأيك؟ يعني بعرف إنه أنت ممثل كتير متواضع، يعني هيك بسمع عنك، وبتحب كتير جمهورك، وانت نجم كتير كتير محبوب، وبتحب كل العالم اللي بيحبوك. فشو رأيك في محل هون هيك بيبعد شي 10 متر، شو رأيك تروح نتصور سوا؟ الله يوفقك، الله يخليك. طيب. مشان الله. خلاص ماشي، بس ما فيها نتأخر كتير. لا لا، 5 دقايق. طيب يلا تفضل. يا الله على هالحظ. أنو حظ؟ مسكر المحل. أحلى حظ هذا. لك شلون يعني أحلى حظ؟ معقول؟ ما صدق عيوني. كيف صحتك؟ شلون مبسوط؟ والله أنا كثير ما أشوف مسلسلاتك. الله يخليك، الله يسلمك. يا هلا وسهلا. شو بدنا نعمل هلا؟ ولا شيء. هلا أنا وياكي وقصي، قصدي أستاذ قصي، بنروح على محل هون بعد 3 حارات. قصي؟ أهلين حبيبي. كيفك؟ كثير ما جبت تمثيلك. الله يخليك ويسلمك، شكرا. ممكن صوره؟ والله شوي مستعجلين نحن. ايه من صورك ما في مشكله استاذ. ما عليك، ما عليك. ايه يلا صورين. انا ما بفهم فيه غير. شكرا. ميرسي. شكرا. ايه شو قلتي؟ وين هذا المحل؟ هون بعد 3-4 حارات نتمشى، ومنه بنكسب قصي، ومنه هيك ناخذ صور حلوه. الله يخليكم صبايا، انا بيشرفني، بس انا والله متاخر عندي. والله ما منأخرك 5 دقائق بس. اذا بدك نطلع بسيارتك، بدنا فتله. برافو عليكي. اهلا اهلين، يا مرحبا. بس
بدهم يطلعوا بسيارة. أنا راسي أستاذ، يا مرحبا، شكرا لك. شو قلت أستاذ قصاي؟ إيه تفضلوا نطلع بسيارتي ونروح من هي متصور. يلا يلا تفضل تفضل. والله ما بصير تفضل تفضل تفضل. بس بتعرفنا على نسيت والله شو كان اسمك؟ لولو. لبنى. لبنى. نور. نور. شرف يا لبنى ويا نور. يلا يلا قومي قومي دبري لك شي حجه روحي على بيتك. لك شلون بدي روح؟ مو شايفتي مثل الرابوس؟ لك حتى ولا ولازم تروحي تحكي مع سميحة نبية. قومي بسرعة. ليك من هون بنبهها؟ لك لا مو من هون مو من هون مو من هون. لازم تقومي تحكي مع من المطبخ. قومي قومي على المطبخ اعملي لنا ركوة قهوة من تحت ايديكي لأبو اللول. على عيني انت وأبو اللول. تسلمي شكرا. بتعرف انه هزار بتعمل اطيب قهوة بكل الشام. في شيء مو طبيعي عم يصير من ظهري، يعني في طبخة مو نظيفة عم تنطبخ من وراي. شو مخبيين علي؟ بعدين هي تبع سميحة ما بتخليكم تدقوا لها ما عم تدخل مخي بنوب. لك انت ما بتعرف سميحة قصتها قصة هالمعترة. نحن ما مندق الا لما بتكون بالجامعة، لانه كل ما دقينا لو كانت بقلب المحاضرة بيقلع المحاضر تبعها، وصارت هي الحادثة معها شي 10,000 مرة. يا حرام. شو انت ما بيجي الا بلاقيكي عنا؟ شو هيك تبيعي بيتك تيجي تعيشي عنا؟ خرسي خرسي خرسي. بدي فهمك شغله. تعالوا لهون اشوف. تعي سميحه. تعي. اهلين هون. كيفك؟ ليش هيك معصب؟ صاير معك شيء؟ في شيء؟ وين نور؟ ليش ما اجت معك؟ ليش وين نور؟ شبكي ليش عم تشديني؟ ما في شيء، اول مره بشوف هذا الطوق. جديد؟ نور عم تتغدى. وين عم تتغدى؟ بالمطعم. هي ولبنى. ومين هي لبنى كمان؟ ولك كل شوي بدكم تطلعوا لي بقصة جديدة؟ اعطيني رقم لبنى لشوف. اعطيني، ولا هي كمان موصيتكم ما تدقوا لها؟ ولك لا، ولك لا هي لك لك مو لك ما عندها ما عندها موبايل. هي وحياة الله وحياة الله انه هي ما عندها موبايل. ما عندها موبايل. لشوف شو اخرتها معكم. والله العظيم شغلة غريبة عجيبة. يعني معقول انتو اثنين قاعدين ورا وانا قاعد عم سوق فيكم وكأني شوفيه؟ لا استاذ قصي لا تواخذنا، بس يعني انا مخطوبة، خطيبي وائل كتير كتير بغار علي وما بيهون عليه اقعد قدام شاب بالسيارة. صحيح انت نجم كبير ومحبوب ومعروف كتير، بس يعني هو هيك عقلاته مدري شلون، فلا تواخذنا. لا 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 والله معك حق، كل شيء الا يزعل خطيبك وائل عن جد. طيب رفيتك كمان مخطوبة؟ لا استاذ انا والله لسه ما اجى نصيبي، ما لقيت لسه ابن الحلال. بس يعني بدك ما تواخذني، اذا بقعد قدام تقوم تلعي نفسي. ولي والله العظيم غريبة. انا بس بعرف انسه لبنى انه الوحدة بس تقعد ورا تخبط معدتها وتستفرغ، يعني مو بس تقعد قدام. انا بقاني اعلى الخليقة، يعني ما تواخذني كمان، سيارتك جديدة حينتها ضيعانة. بسيطة بسيطة ما في مشكلة يا ستي. شو بتحبوا تسمعوا بالله صبايا؟ عندك كلامنجي؟ لا لا ياس خضر. ولا لك جورج والصوف. في مرسيل خليفة؟ فيروز. ايه فيروز احلى شيء. كمان الثانية موبايلها مسكر. والله يا فهماني انت وياها، هذا الغدا مع لبنى مو خارج. وطيش وطي صوتي. بعدين ليه ما عزمتكم؟ ليه ما عزمتني الي؟ انا جارتها مليون سنوية ما بتحب اكل المطاعم. انا هذا الموضوع حاسسته في انا مو هيك ابو الويل؟ وطي صوتك. شبك انت معنا ولا معه؟ معه نور. واحد اثنين كمان كمان وحدة. ايه احسن. ايه عملي لك شي حركة. ايه هيك. بس عفوا بالله يا عزيز.
الو حطه صامت لحظه بس يلا دقيقتين كون ايه اضطريت لاني تاخرت 10 دقائق لا دقيقتين يلا باي باي يلا استاذ يلا الله يوفقك ما رح ناخره يلا يلا واحد اثنين لا انا نسيت ابتسم يلا يلا عيدنا يا عيدنا نسيتي تبتسمي يلا دخيلك لا تنسي تبتسمي يلا واحد اثنين ايوه لا سكرت عيوني اجى الضوء بنص عيني يا نور من عيده يا نور حبيبتي ليكي حاولي انت يا ترمشي يعني مشان الفلاش وحاولي هيك يعني اشردي يعني روحي ماشي روحي اشردي ماشي يلا جاهزين جاهزين ايوه يلا ما تعبت انت ايوه ويلا افتري هيك ايوه فتلت يلا استاذ يلا يا رب يلا يا رب يلا واحد ايوه يلا واحد اثنين ايوه استاذ يلا واحد اثنين لحظه شوي بس يا ست لبنى وين شهر ده وين عم طلعي استاذ انت قلت شردو عم طلع على الافق ما حلوه بلا هي بعيدة اذا بدك لا اساسا ما اخذناها لسه يلا بناخذها شردو يعني حلوه ممتازه يلا ايوه يلا جاهزين يلا استاذ قصي نعم قصي الله يوفقك طلع على الكاميرا يلا واحد اثنين بلا لحظه هاي شي لا ايه يلا تأخرنا في... آسف أنا يلا طب يلا لا خلص بكفوا الصور اللي أخذناها بالله؟ إيه أوكي طب أنا كتير مبسوط شكراً لك عن جد أنا كتير سعيد ومبسوط إنه يعني تصورنا مع بعض ولا تواخذوني إذا أتغلصت عليكم أوكي؟ لا أبداً أستاذ قصي أنا بس حابة يعني ما بعرف كيف تعبر لك عن مدى إعجابي وحبي إلك يعني أنا كنت حبك هيك على الشاشة بس شوفك بحبك كتير بس وقت ما تعرفت عليك شخصي ما بتصدق دي صرت حبك أكتر وأكتر وأكتر طبعاً أكيد حب أخوي أستاذ يعني أنا كتير مبسوطة ياكي وأنا يعني الحقيقة جد أنتم بغلاوة إخواتي وبحبكم كتير وشكراً كتير ولا تواخذوني عن جد إذا أنا طب يلا نور حاج تحكوا كتير مع بعض يا دوب الأستاذ يلحق يوصلنا على الشركة وبعدين مشان يروح على موعده أي معك حق لأنه أنا كمان لبنى نور الله يخليكم لو سمحتوا لو سمح حبيباتي بس فهموني شوي الله يوفقكم يعني أنتوا يا ريت تاخذوا الصور وتطلعوا بتاكسي وتروحوا لأنه لكم ليش أنا والله واعد عالم الطريق تصوير وعالم عاطيني ما حلوة معقول أستاذ قصي معقول يعني أنا جد هلأ يعني بسحب كلامي أنا تفاجأت فيك ما قلت تترك هيك بنات حلوين صبايا صغار يتشنططوا بالشوارع آسف بعتذر جد أنا عن جد قليل ذوق لا جد لا عسلامتك استاذ طيب توصلنا وبتروح ماشي قديش بدهم حبيب القلب الصور اللي حتى يخلصوا في فوري في المساء شو تحب عفوا للمساء لا شو المساء أنا تأخرت كتير فوري أي فوري الله يخليك إياك يلا يا دوب يعني توصلنا شكرا كتير أهلا عن جد انك غليظة رغاد ليش نزلتي على السوق بدون ما تقلي لي لا كان بدي انزل على السوق ناقصني غراض تضربي شفاي او رايقه غراض شو يعني مسكره نشفانه مسكرتي حطيت لها شاي لمشي حالي فيها اي ليش ما بتعرفي انه بيحطوا شاي للمسكره بس نشف شو ما جعتوا انت امان ضربنا على عيننا كان مسكره يخرب بيتكم شو تنابي يعني اذا نور ما طبخيت ما بتعرفوا تطبخوه يا حبيبتي ماشي رغد بحكيكي بعدين انا رجعت كثير شو رايكم نروح على المطعم نتغدى ايه فكره بنروح كلياتنا على المطعم ويجي معنا ابو اللول كمان شو رايكم يلا قومي ايه فكي شعراتك غيري ثيابك لك ايه طياره على السريع ولا وحده بتتحرك من مطرحها لحتى ترجع نور نور ثم نور ثم نور مفهوم يا ام اللول والله القصه كلها بتطلع براسك ماشي الله يسامحك أصلاً أنا بعزك مثل أخي أنت ما بتعرف هالشي أبو اللول والله فكرة المطعم حلوة شو رأيكم كلاتنا نروح مع بعض يلا عدو ما سمعتوا شو حكيت يا الله يا نور يلا بقى خلصينا ما حد فيني يتحمل كيفك سلم على أختك لك نور شو صار لك يلا شو بدك عم تتعصري شايفتيني بعد فيني لحق حالي خلصيني هاتي بروحي اطلعي سبقيني على البيت
بينما روح جيب انا الاكل. هاتي يا ماما بسرعه كرمال الله بلكي ما في حدا بالبيت. امسكي وذكريني اني مسخ لك عليه. ايه طيب امشي. تعي لهون تعي. مرحبا، شو بدك؟ مين الاخ؟ ولو يا لبنى معقول ما عرفتي؟ الاستاذ ابو اللول. ابو اللول خطيبه لنور. شو يعني؟ ايه اهلا وسهلا فيك ومرحبتين. ثواني وراجع لك. تعي لهون، جاوبيني وين رايحه؟ وين نور؟ لك ليش هيك ماسك لي ايدي يا زلمه؟ شبك عم اقول لك ثواني وراجع لك ولو؟ لك ما في، ما بتتحركي من هون حتى افهم وين نور. لك افلت ايدي بقى، شو مين فكر حالك انت؟ روحوا طولوا بالكم الجيران، سمحوا صوتنا. لك مو مستاهله يا لبنى يا حبيبتي. ابو اللول قلبه كثير طيب بس هو هيك شوي ضويج، عادي يرتاح. لك ماري ثاني اقعد، وين بدي اقعد؟ لك جاوبيني وين نور وبسرعه، ومع مين هي هلا؟ لك نور مو بالبيت. لك بعرف مو بالبيت بس فهميني وين نور. اندعست. شو؟ ايه دعستها سيارة. ارتحت هلا؟ انبسطت منيحة؟ شو عم تحكي؟ وين؟ ايه ما يا الله يا ابني. بعرف انها اندعست بالشارع، اكيد ما اندعست وهي قاعده هون بالبيت، بس باني شارع؟ اخذوه. احكي ليش سكتي؟ لك ليش هيك عم تعيط؟ شو بعرفني انا وين اندعست؟ بجوز جنب البيت بشي حاره. بدك يعني احفظ كل اسماء الشوارع تبع دمشق؟ وانا ما صلي غير يومين جاي من الضيعه. لك بعدي. بعدي. شو الحقيقه؟ فهموني، تلبكت قدام الزلمه، وين راح تموت؟ انا مثلك ماني فهمانه شيء، مثل الاطرش بالزفه، بس شامه ريحه شيء مو نظيف. هالشي مو نضيف قال لك؟ خرب بيت قلبه، شو زلمتها واسعة عن جد بلا ناموس. لك هي راحت مع ميديا على شركة إنتاج، بس أنا ما بدي أقله لوائل، بتعرفي شلون بوش. طيب ليش ما قلتوا له الحقيقة؟ ليش كذبتوا عليه؟ لكن عبطت لما شفته، بطلت أعرف شو بدي أحكي معه. طلعت معي هيك كذبة، بس بلشت صغيرة وكبرت. طيب وين هلا؟ جوا بالمطبخ. ليكي ما راح يضلوا مع بعض، أنا بأكد لك راح يتركوا، وإذا هو تركها لنور بحياتها ما راح تتركوا. أهلين نور. يا الله شو شغل بالي عليكي. يا الله شو شغل بالي عليكي. ايه كتير. هلا قولي صباي شو اعمل مشان وائل؟ والله اذا عرف انه انا كنت بشركة انتاج ما عاد يسامحني. يعني نحن كذبنا عليه شي 100 كذبة بس ما قدرنا نلفت حالنا. يقطع عمره، ما كان يعرف يخليني فوت على الحمام. لبنى هذا وائل، هذا اكيد وائل. قولوا لي شو اعمل شو ساوي؟ فوتي على الحمام. خلي تخبي، روحي تخبي روحي انت افتحي. يلا انا رح افتح. استني يلا هلا روحي. انت اجيتي؟ يعني بالشوم عليكي. أنا سألت كل الناس اللي تحت وسألت كل المحلات، قالوا لي ما في حادث اليوم. أنا بدي أفهم، بتكون جننوني؟ بتكون جيبوا لي الجلطة أنتو؟ بدي أعرف نور وينها. أصلاً نور مو اليوم اندعست. شو؟ مو اليوم؟ ولك أنا مبارح حاكي معها على التليفون وما كان فيها شيء؟ إيه طبعاً ما فيها شيء، لأنه وقت اللي اندعست كانت صغيرة. هي أصلاً قالت لي، حكت لي إنه لما كانت صغيرة اندعست بالسيارة ولك أنت عم تضحكي علي؟ حبيبي ليش معصب وصوتك طالع؟ نور؟ نور وين كنتي لهلا؟ أنا هلا بدي أعرف وين كنتي ومع مين وشو اسمه اللي كنتي قاعدة معه؟ هلا بدي أعرف الحقيقة نور. ليكي وإذا بتقولي لي أنا بوعدك إني سامحك، بتعرفي قديش أنا مخي كبير وديمقراطي، بس أهم شيء عندي، أهم شيء هي الصراحة. وين كنتي قاعدة أنت وياه؟ بالحمام. بالحمام؟ ايه حبيبي انا كنت بالحمام. شو صار يعني؟ لك 3 ساعات قاعده بالحمام بدك يعني صدق هي الكذبه؟ وليش جنابهم ما قالوا لي انك بالحمام؟ مع اساس كنت عند الست هزار؟ ايه نونو انت كنت عندي الصبح. شو بكي؟ ايه مزبوط انا كنت عند هزار. وما رحتي لعند سميحه على الكليه تودي لها الدفتر تبع المحاضرات؟ لعند سميحه؟ يحرق حريشك يا وائل، نسيتني. ايه حبيبي صحيح كنت بدي روح لعند سميحه ودي لها دفتر المحاضرات، قام اتصلت فيني وقالت لي مش الحال لقيته. ايه مزبوط انا لقيت دفتر المحاضرات، مشان هيك قلت لها لنور لا تجي. اما طفيت موبايلي وقلت حقك يا بنت تعملي هيك دوش تسترخي فيه، بتعرف حبيبي انا كثير بحب دلل حالي. قام عبيت لك يا وائل هالبانيو وعبيته كله صابون، فقاعات فقاعات فقاعات، بتعرفني قديش بحب الصابون. حزير شو صار؟ غفيت، نمت عن جد نمت. يعني أنا معقول صلي نايمة 3 ساعات؟ أنت صار لك هون 3 ساعات؟
يحرق حريشك يا نور، يحرق حريشك انت، ونحن كل البال لانه انت عم تسمعي. ليش قلتي لي انها راح تتغدى هي ولبنى؟ لانه انا كثير تلبكت وما عرفت شو بدي اقول لك، كنت مفكره انه ميديا عم تتغدى مع لبنى، بس لما شفتك كثير معصب قلت بجوز نور عم تتغدى مع لبنى. وائل يعني انت شكك صاير هيك لا يطاق بصراحه، وانا بدي لاقي حل لهالموضوع. طيب انا اسف حبيبتي، يعني والله انا بحبك وبثق فيكي وانا ما عم شك فيكي، بس والله خفت، يعني خفت عليكي. بس ما تواخذوني يا صبايا، يمكن عصبت لي شوي، بس بتعرفوا ضغط الشغل وتعب، حقكم علي. اي بسيطه بسيطه، كبروها بتكبر زغروها بتصغر. خلص نور ما انا مستاهل القصه، لفلفولنا اياها تصالحوا يلا. شو نسيان يا بلول؟ نسيان ان انت اخونا الصغير؟ بس كرمال الصبايا. ايه وانتي ميديا شو بكي ليه زعلانه؟ من وقت اللي جيتي انتي مانك معنا، مانك على بعضك، صاير معك شي؟ ما في شي ما في شي. حبيبتي ميديا احكي ليك، هو ما اخذتي الدور. انا بحكي لكم، من وقت ما فاتت ساوت المقابله لهلا قولي لا من تمه ولا من تمه، مثل ما نكون شايفين. خلص ما في شي، ببساطه ما صار اي اتفاق. يبعت لك حما يا نونو. ليش ما قلتي لي انك متصوره مع قصي خولي تضربي انت ولبنى لك موت علي لا قصي انا يا الله. شو بدك بالكيس؟ شو انخص؟ هاتي بشوف هاتي. لك اتركه. هاتي يا ابو. متصوره مع قصي خولي يا نور؟ نور شو هاد؟ شو هاد؟ أنا عم بسألك شو هاد؟ حلوة ما؟ حبيبي هي صورة تطبيق كمبيوتر؟ لك شو شايفتيني حمار رح تعم تقلي تطبيق كمبيوتر؟ عم بقلك تطبيق كمبيوتر. بعدين شو هاد؟ خلص حأحكي لك. خلص خلص لا تعصب لا تطلع فيني هيك حبيبي. ما بعرف هي لبنى الغليظة، يعني بس شافته هيك انبرعت فيه، بحياتها مو شايفه ممثل، وطلبت انه تتصور معه فانا هيك تصورت. بس تصدق ما طلعت معه بالسياره، قصدي يعني طلعت معه بس. طلعتوا معه بالسياره كمان؟ طلعتي معه نور بالسياره؟ اي حبيبي بس ما قعد جنبه، قعدت ورا. قلت له حبيبي خطيبي وائل بغار علي كثير، قلت له اني مخطوبه، يعني حكيت له نور. شرحت له انا هلا بدي افهم شو صار في بينك وبين قصي خولي. لك عم تطلعي بسيارة قصي يا نور. وعلا تصرخ. لا بدي صرخ. عم قلك لا تصرخ. لا بدي صرخ. اخذت رقم تليفونه ما؟ مسحي لشوف. مسحي هلا رقم تليفونه. ما معي رقم تليفونه. نور عم قلك هلا مسحي رقم تليفونه. عم قلك ما معي رقم تليفونه. لك عم تكذبي علي يا نور، عم تكذبي على وائل. حاششك بقى العمى. هلا احكي لي شو صار بينك وبينه. ما صار شو عملتوا بالسيارة طيب؟ وائل لا تصرخ. جمعتنا وصرنا جمعتنا وصرنا.